أعلن وزير المالية الدكتور كينان ياغي أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين، إضافة لبلاغ حول كيفية صرف الزيادة وتجاوز الاعتمادات وجدول الأجور والرواتب. وأوضح الوزير ياغي أن زيادة الرواتب والأجور للعاملين بنسبة 50% وللمتقاعدين بنسبة 40% تكلف نحو 81 مليار ليرة سورية شهرياً، أي نحو 980 مليار ليرة سنوياً، وسيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة. حددت المؤسسة العامة للأعلاف سعر مبيع المواد العلفية لمربي الثروة الحيوانية ولكل القطاعات بمليون وخمسين ألف ليرة لطن الذرة المستورد وتسعمائة وخمسين ألف ليرة لطن العلف الجاهز للأبقار الحلوب، هذا وتتجاوز تكلفة طن الذرة الذي تستورده المؤسسة المليون ليرة، فيما تصل تكلفة طن العلف الجاهز للأبقار الحلوب إلى 950,000 ليرة بحسب المؤسسة. حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موعد التطبيق الفعلي للآلية الجديدة لبيع مادة الخبز في حماة وطرطوس واللاذقية بدءا من 25 من تموز الجاري، ويستمر توطين مكان استلام مادة الخبز عبر البطاقة، حيث يمكن للمواطنين اختيار نقطة البيع سواء معتمد أو صالة أو منفذ بيع للمؤسسة السورية للتجارة عن طريق المنصات الخاصة بالبطاقة الإلكترونية. أعلن مانياس فارنيك المدير التنفيذي لشركة نورد ستريم 2 المعنية بإدارة مشروع السير الشمالي الثاني لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا أن المشروع تم تنفيذه بنسبة 98%. وكشف فارنيك في مقابلة أجرتها مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن شركته تتوقع الانتهاء من الأعمال الخاصة بمد أنبوب الغاز أواخر شهر آب أغسطس المقبل، حيث قد تستغرق الأعمال المتعلقة بالحصول على وثائق مختلفة وإجراء اختبارات ضرورية 3 أشهر إضافية. بيّنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الآلية الجديدة لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة الحجم وذات الربحية العالية قد لا تكون جاهزة للنظر فيها من قبل المشرعين حتى ربيع عام 2022. وذكرت يلين خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع قادة مالية مجموعة العشرين في البندقية في إيطاليا أن الركيزة الأولى لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت على مسار أبطأ قليلاً من الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية.